اهلا بيكم يا جماعة، ومعاكم ماريو جميل، وانت بتشوف الفيديو ده على قناة دكتور المنح. انا النهاردة هشرح لك طريقة التقديم على منحة مقدمة من سمو الشيخ محمد بن راشد في الجامعة الامريكية في دبي في الامارات العربية المتحدة. وطبعا زي ما متعودين قبل ما ابدأ شرح طريقة التقديم على المنحة، خلينا نعرف المنحة دي طالبة مننا ايه، والمنحة دي بتقدم لنا ايه. ويا ريت في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب واشتراك في القناة علشان تتابع معايا كل ما يخص المنح الدراسية. زي ما قلنا، المنحة دي مقدمة من سمو الشيخ محمد بن راشد، المنحة دي لدراسة البكالوريوس أو الماستر. والمنحة دي بتقدم منح جزئية ومنح ممولة بالكامل، ودي طبعا بتتوقف على الابليكيشن اللي انت بتملاه، وهم بيحددوا انت ينفع تاخد منحة ممولة بالكامل أو منحة جزئية. وطبعا زي ما قلنا ان المنحة دي للدراسة في الجامعة الامريكية الموجودة في الامارات. هننزل مع بعض هنا لتفاصيل المنحة. زي ما قلنا، الدولة المستضيفة الامارات، والمرحلة الدراسية البكالوريوس او الماستر. المنحة متاحة لجميع الطلاب من جميع دول العالم، واخر ميعاد للتقديم على المنحة يوم 21 مايو 2020. ايه معايير القبول في المنحة دي؟ لو انت بتقدم على برنامج البكالوريوس يبقى انت لازم تكون جايب في الثانوية العامة 90%، لو انت بتقدم على برنامج الماستر يبقى انت لازم يكون تقديرك في الكلية 3 من 4. ده طبعا بالنسبة للناس الجي بي ايه بتاعها من 4، ولكن لو انت بتتعامل بنسبة مئوية او الجي بي ايه بتاعك من 5، فانت بتعمل نسبة وتناسب على اساس 3 من 4 دي. طيب ايه هي الاوراق المطلوبة بالنسبة لطلاب البكالوريوس؟ هو طالب منك بيان درجاتك في المدرسة الثانوية، طالب منك بيان درجات الصف الاول الثانوي والصف الثاني الثانوي والصف الثالث الثانوي. وبالنسبة لشهادة اللغة فهو بيقول لك عايز يا اما توفل او ايلس او اي ام سات او سات ان وجد، يعني لو انت مش معاك عادي، ولكن لو معاك ممكن ترفعها في الابليكيشن. طالب منك صورة شخصية طبعا، ويا ريت الصورة تكون بروفيشنال وتكون ظهرها ابيض. طالب منك صورة من جواز السفر، والناس اللي بتسألني الصورة اللي هي الخاصة بجواز السفر دي عبارة عن ايه، بتكون الصورة الاولى من الباسبور بتاعك اللي بيكون فيها البيانات بتاعتك وبتكون فيها الصورة بتاعتك. وبيكون طالب منك البيان الشخصي او البيرسونال ستيتمنت، وطالب منك 2 ريكومنديشن ليتر اللي هما 2 خطابات توصية. طبعا انت كطالب خلصت ثانوية عامة فانت بتجيب خطابات التوصية دي من المدرسين بتوعك في المدرسة الثانوية. طيب بالنسبة لطلاب الماستر، هو بيكون طالب منك شهادة التخرج، وطالب منك بيان الدرجات، طالب منك شهادة اثبات لغة انجليزية توفل او ايلتس، ولكن ان وجد لو مش معاك عادي، ولو معاك ارفعها في الابليكيشن. طالب منك برضو صورة شخصية، طالب منك صورة من جواز السفر، طالب منك السيرة الذاتية او السي في، طالب منك البيرسونال ستيتمنت او البيان الشخصي، وطالب منك 2 خطاب توصية او ريكومنديشن ليتر. بعد كده بنيجي هنا للوثائق المالية. هو عايز بيانات عن دخل الاسرة بتاعتك، يعني هو عايز مفردات المرتب الخاصة بوالدك او والدتك في حين انهم بيعملوا. وبالنسبة للمكان اللي انت عايش فيه، لو انت مثلا عايش بالايجار فهو عايز عقد الايجار، ولو انت عايش في بيت ملك فهو عايز عقد ملكية البيت ده. وطبعا لو انت عايز تسألهم عن اي حاجة او لمزيد من الاستفسارات او المعلومات بمعنى صح، انت ممكن تبعت لهم على البريد الالكتروني الخاص بيهم. بعد كده هنا بنيجي للموقع الرسمي للمنحة، وهنا للتقديم مباشرة على المنحة. طبعا لو انت عايز تقرأ المعلومات اللي انا قلتها لك دي، انت ممكن تفتح الموقع الرسمي للمنحة. انا دلوقتي هفتح معاك الابليكيشن الخاص بالمنحة مباشرة، وانا في الابليكيشن من جوه هوري لك كل المعلومات والشروط اللي عايزاها المنحة من الابليكيشن نفسه. هنيجي مع بعض هنا ونفتح الابليكيشن الخاص بالمنحة، هنضغط هنا. بعد ما فتحنا الابليكيشن الخاص بالمنحة دي، تيجي هنا فوق على الشمال بتلاقي كاتب لك AUD اللي هي American University in Dubai، وده طبعا اللي هو الاونلاين سكولرشيب ابليكيشن، ده الابليكيشن الاونلاين اللي احنا هنملاه. طبعا هنا هتيجي معايا بتلاقي ان طبعا هنا بتيجي معايا بتلاقيهم مقدمين اكتر من منحه. احنا المنحه اللي هنقدم عليها والمنحه اللي تخصنا في الابليكيشن ده اللي هي الاي يو دي اللي هي اخر منحه دي. هنيجي ننزل مع بعض هنا. طبعا لو انت عامل ابليكيشن قبل كده، او لو مثلا بعد ما بندخل على الابليكيشن وعملت سيف وعايز ترجع للابليكيشن بتاعك تاني، انت هنا بتدخل الايميل والباسورد بتوعك. طبعا احنا علشان خاطر لسه هنملى الابليكيشن لاول مره، فهنيجي هنا عند نيو ابليكانت وهنبدا نملى البيانات دي. هنا طبعا بيانات عاديه جدا، طالب منك اسمك اللي هو الفيرست نيم، هنا اللاست نيم اللي هو اسمك الرابع، هنا طالب منك الايميل، وهنا بيقول لك ري انتر ايميل، بتدخل الايميل اللي كتبته هنا مره تاني هنا. ويا ريت ملحوظه مهمه ان الايميل ده يكون شغال علشان خاطر هيتواصلوا بيك عن طريق الايميل ده. بعد كده هنا طالب منك الباسورد، وهنا كونفيرم باسورد، بتكتب الباسورد مره تاني هنا. هنا بتفتح السهم وبتختار الجندر سواء ذكر ام انثى، وبعد كده بتيجي في البيرث داي بتكتب تاريخ ميلادك، وبعد كده الفيفوريت سيتي هنا يقصد بيها المدينه اللي انت منها، فانت بتكتب المدينه اللي انت منها هنا.
بعد كده بتضغط على ساين اب. بمجرد ما بتضغط على ساين اب هو بيبعت لك رسالة على الايميل اللي انت دخلته هنا، ومن خلال الرسالة دي انت هتعمل اكتف للاكونت بتاعك. تعالوا نروح مع بعض على الايميل بتاعي ونشوف الرسالة دي. طبعا بمجرد ما بتفتح الابليكيشن بتاعك بتلاقيهم بعتلك رسالة علشان خاطر تاكتف الاكونت بتاعك. هنا طبعا الرسالة جاية لك من American University in Dubai، وهنا بيقول لك Dear applicant, you have started your online scholarship application to the American University in Dubai. انت بدأت تعمل application على منحة الجامعة الأمريكية في دبي. وهنا بيقول لك to activate your account and continue with your application process you need to verify the email address by clicking the below URL. فانت كل اللي عليك هتضغط هنا على click here to activate your account، هنضغط هنا مع بعض، وهنا طبعا هيجيب لك رسالة ويقول لك انك اكتفت الاكونت بتاعك. طبعا علشان انا مأكتف الاكونت بتاعي فهو هنا بيقول لي your account already activated، يعني انا اصلا مأكتف الاكونت ده من الاول، بس انا طبعا حبيت اقول لك البروسيس او الطريقة اللي انت هتتبعها علشان خاطر تدخل على الابليكيشن وتملاه. طبعا هنا اوريدي هيكون كاتب لك الايميل بتاعك والباسورد، انت كل اللي عليك انك تضغط على لوجن. وهنيجي طبعا مع بعض هنا هنملى الابليكيشن سوا. هنا طبعا دي كل الفيلدز اللي انت لازم تملاها، هنملاهم مع بعض واحده واحده. هنا اول حاجه طالب منك البيرسونال انفورميشن، المعلومات الشخصيه عنك. هنا مثلا طالب منك في التايتل اللي هو لقبك سواء مستر او ميس، ده طبعا بيتوقف على انت ذكر ام انثى، فانت بتختار. وبعد كده بتيجي في الفيرست نيم واللاست نيم، انت بتلاقيهم اوريدي مكتوبين زي ما مكتوبين بره، ويا ريت تخلي بالك ان الاسماء دي تكون مكتوبه زي ما موجوده في الباسبور بالظبط. بعد كده هنا بالنسبه للجندر بتفتح السهم وبتختار. هنا بالنسبه للماتيريال ستاتس انت هنا بتختار يا اما سنجل او متزوج اللي هو ماريد. وهنا طبعا ده الجزء الخاص بتاريخ الميلاد والجنسيه ورقم تليفونك، وهنا طالب منك رقم تليفون الموبايل، ده اللي هو لو عندك مثلا تليفون ارضي، وهنا طالب منك رقم تليفون الموبايل المحمول بتاعك، وما تنساش تكتب الكود الخاص بدولتك، يعني على سبيل المثال في مصر بيكون بلس 2. بعد كده هنا بالنسبه للايميل ادرس اللي هو الايميل بتاعك بتلاقيه مكتوب اوريدي وما ينفعش تغيره، زي ما انت كتبته بره هتلاقيه موجود هنا. وهنا طبعا بالنسبه للادرس اللي هو العنوان بتاعك، انت بتدخل العنوان بتاعك، بتدخل المدينه بتاعتك، بتدخل البوستال كود، والبوستال كود بتجيبه ازاي هنقول تاني، بتروح على جوجل وبتكتب بوستال كود زائد اسم المنطقة اللي انت منها. بعد كده هنا بالنسبة للكونتري انت بتفتح السهم وبتختار الدولة بتاعتك. وهنا طبعا زي ما قلنا في الجزء الخاص بالأوراق المطلوبة طالب منك صورة جواز السفر، فانت كل اللي عليك هتيجي تضغط على كليك هير تو اتاش فايل، وهنا بترفق صوره الباسبور بتاعك. وهنا طبعا بالنسبه للصوره الشخصيه انت هنا بتضغط على كليك هير تو اتاش فايل وبترفع الصوره الشخصيه بتاعتك. وعايزك تخلي بالك ان اي فيلد هنا معمول عليه النجمه الحمراء دي انت لازم تملاه. وبننزل مع بعض هنا وبنضغط على سيف اند كونتينيو. بعد كده بنيجي للجزء الثاني من الابلكيشن وهو البروجرام ديتيلز. هنا بيقول لك في اول سؤال have you applied to AUD before، هل سبق لك وقدمت في المنحه الخاصه بالامريكان يونيفرسيتي ان دبي، فبتفتح السهم هنا ولو ايوه بتختار يس، لو لا بتختار نو. بعد كده هنا بيقول لك which scholarship are you going to apply. لو فاكرين واحنا بنفتح الابلكيشن كان في مجموعه منح، وانا قلت لك احنا عايزين اخر منحه اللي هي AUD. هنيجي هنا نفتح السهم هتلاقي هنا المنح اللي هم بيقدموها، احنا اخر منحه بتاعتنا اللي هي الايو دي، فبنضغط عليها. بمجرد ما بنضغط عليها بيطلع لك كل الحاجات الخاصه بالمنحه دي، والمنحه دي طالبه منك ايه، وايه الاوراق المطلوبه. زي ما انا قلت لك ان انا هوري لك كل البيانات اللي انا قلتها من الابليكيشن نفسه. هنا طبعا زي ما قلنا لو عايز تقرا الكلام ده ممكن تقراه. هنا انا اللي يهمني ان لو انت طالب بتقدم على بكالوريوس فانت لازم تكون جايب في الثانويه العامه 90% زي ما قلت لك، ولو انت بتقدم على درجه الماستر فانت لازم يكون الجي بي اي بتاعك 3 من 4 زي ما مكتوب هنا، ودي طبعا الاوراق المطلوبه. وهنا بالنسبه للجزء الخاص باللغه اللي هو توفل او ايلتس او اي ام سات او السات، هنا بيقول لك عايز شهادة إثبات لغة، وهنا بيقول لك if available in وجد، وطبعا باقي الأوراق اللي هو CV و recommendation letter و personal statement والكلام ده كله. وهنا طبعا بالنسبة للفاينانشال دوكيومنت اللي هي الأوراق الخاصة بمفردات مرتب والدك ووالدتك وعقد إيجار الشقة أو عقد ملكية البيت هتلاقيهم هنا. وهنا زي ما قلنا لو انت عايز تستفسر عن اي معلومات من خلال الايميل ده، وكمان زي ما قلت لك الابليكيشن ديدلاين
هيكون يوم 21/5/2020. بنيجي هنا بنضغط على الاكس عشان خاطر نكمل الابليكيشن بتاعنا. هنا بيقول لك when do you plan to join AUD، انت عايز تلتحق وتبدأ دراسة امتى، فانت بتفتح السهم وبتختار اختيار من الاتنين دول، يا اما في الفول اللي هو next September اللي هو سبتمبر اللي جاي، او في السبرينج الخاص بشهر يناير. هنا بعد كده بيسألك على البرنامج اللي انت عايز تختاره، هنا بتفتح السهم وبتختار البرنامج اللي انت عايز تدرسه. هنيجي مثلا نختار اي برنامج هنا على سبيل المثال، مثلا اللي هو الماركتنج. بعد كده هنا بيقول لك ابلاينج اس، فانت بتفتح السهم. هنا مفيش غير اللي هو فريش مان اللي هو انت مثلا لسه متخرج من الثانويه العامه او لسه متخرج من الكليه، فانت هنا يعتبر فريش مان. هنا بيسالك انت عايز سكن، فانت بتفتح السهم وبتختار يس yes. وهنا بيقول لك دو يو نيد فيزا، انت محتاج انك تطلع فيزا، فانت بتفتح السهم وبتختار يس yes. هنا بيقول لك ار يو ابلاينج تو اذر يونيفرسيتيز، هل انت مقدم على جامعات تانية؟ فلو انت مقدم على جامعات تانية بتضغط يس yes. لو لا بتضغط على نو no. وهنا بيقول لك لو انت بتعاني من اي اعاقات، فانت بتفتح السهم وبتختار. وهنا بيسالك لو انت عندك اي اخوات ملتحقين للدراسه في الجامعه الامريكيه في الامارات، فانت بتفتح السهم لو ايوه بتختار يس yes. لو لا بتختار نو no. هنا بيقول لك has anyone in your family received a scholarship from AUD before؟ هو بيقول لك هنا هل اي حد من افراد اسرتك اخد منحه من الجامعه الامريكيه في دبي قبل كده؟ فانت بتفتح السهم هنا لو ايوه بتختار يس yes. لو لا بتختار نو no. هنا بيقول لك سؤال عادي جدا، انت عرفت عن المنحة دي ازاي؟ فانت بتفتح السهم وبتختار اي اختيار هنا عادي. وهنا بعد كده طالب منك emergency contact، هو بيقول لك هنا parent contact، هو طالب منك رقم تليفون يكون لاحد والديك، سواء والدك او والدتك. فانت بكل بساطة بتيجي تكتب هنا اسم احد والديك، انا مثلا هكتب اسم والدي تمام، وهكتب بعد كده رقم تليفونه، وبعدين بعمل شرطة مايلة وبكتب رقم التليفون بتاعه بالطريقة دي. بعد كده بتضغط على save and continue. هنيجي لتالت جزء في الابليكيشن وهو الاكاديميك هيستوري، وركز معايا هنا مختصر الكلام ده كله المكتوب. انزل معايا هنا تحت، هو طالب منك هنا بيانات الدرجات الخاصة بيك في المدرسة الثانوية، هو طالب منك اللي هو last 3 years of high school، طالب منك بيان درجاتك في الصف الاول الثانوي والصف الثاني الثانوي والصف الثالث الثانوي. فانت بتيجي هنا بتضغط على click here to add your high school information، وبتبدأ ترفع بيانات الدرجات بتاعتك. وطبعا لو انت بتقدم على ماستر، فهو طالب منك انك ترفع له بيان الدرجات الخاص بالكلية بتاعتك. وطبعا لو معاك شهادة توفل او ايلتس، فهو بيقولك ارفعها لي هنا، ولو معاك شهادة سات هو بيقولك ارفعها لي هنا. وعايزك تفتكر معايا لما بدأنا شرح المنحة دي وكمان خلال الابليكيشن، هو قالك ان شهادة التوفل او الايلتس انت بترفعهم لو انت معاك، لو مش معاك عادي جدا، والدليل ان هو مش عامل لك نجمة حمراء، يعني ده مش شرط الزامي منك. بعد كده انت هنا بتيجي تضغط على save and continue. بعد كده بنيجي للجزء الرابع في الابليكيشن وهو البيرسونال ستيتمنت، وعايزك تركز معايا هنا. هو هنا زي ما انا قلت لك في بداية شرح الفيديو ده، ان هو هيكون طالب منك بيرسونال ستيتمنت. طيب هو طالب منك ايه في البيرسونال ستيتمنت ده، او هتكتبه ازاي؟ هو هنا بيقول لك the essay should explain your personal، يعني انت لازم تتكلم عن نفسك في الاساي ده او في البيرسونال ستيتمنت ده. وكمان and career goals، انت ايه اهدافك بعد التخرج، او انت عايز تشتغل ايه وليه، عايز تحقق ايه، كل ده بيندرج تحت الكارير جولز. وكمان طالب منك وبيقول لك offer an explanation as to why you should be admitted to AUD، يعني انت هتذكر له كمان في البيرسونال ستيتمنت ده هم ليه يقبلوك في المنحة دي. طيب هتكتب ايه في الجزء ده؟ هو طالب منك تكتب كل الصفات اللي تأهلك انك تدرس في المنحة دي، ايه اللي بيخليك مميز او فريد او مختلف عن شخص تاني علشان خاطر تتقابل في المنحة دي. ده كل اللي طالبه منك في البيرسونال ستيتمنت، تتكلم عن شخصيتك، تتكلم عن اهدافك في المستقبل، وانت ايه الكارير اللي انت عايز تكون فيه وليه، وكمان تذكر ايه الصفات اللي تخليك تتقابل في المنحة دي، او ايه الاساس اللي يخليهم يقبلوك في المنحة دي. لو انت عايز تكتب الكلام ده هنا ممكن تكتبه، ولو انت عايز تكتبه في ملف وورد او بي دي اف انت بتكتبه على الكمبيوتر او اللابتوب بتاعك. بعد كده هنا بتيجي بتضغط على click here to add your personal statement، وبترفع له البيرسونال ستيتمنت. ويفضل ان انت تكتبه على اللابتوب بتاعك عشان خاطر تكتب براحتك وتشيك لو في اي جرامرز غلط او في اي كلمة غلط، فممكن تتأكد منها.
بعد كده هنا بيقول لك لو انت عندك اي انشطة اضافية او اي حاجة اضافية انت عايز تضيفها هنا او تتكلم عن نفسك اكتر او تتكلم عن اهتماماتك اكتر، انت ممكن تكتبهم هنا او زي ما قلنا تعملهم في ملف وورد او PDF، وبتيجي تضغط على click here to attach your document وبترفعه هنا. بعد كده بتيجي تضغط على save and continue. بعد كده بنيجي للفيلد رقم 5 في الابليكيشن ده، واللي هو خاص بالفاينانشال انفورميشن، الخاص بالمعلومات المادية عنك وعن اسرتك. برضو اختصارا للكلام المكتوب هنا وانت ممكن تقراه، وعلشان خاطر اقلل عليك وقت الفيديو، هو هنا طالب منك انك ترفع الراتب السنوي لوالدك والراتب السنوي لوالدتك والراتب السنوي ليك لو انت كنت تعمل، بتكتبهم هنا، ولكن خلي بالك انت بتكتبهم بالدرهم اللي هي الـ AED اللي هو يقصد بيها الدرهم، وبتحوله من عملة بلدك لعملة الامارات اللي هي الدرهم. والكلام ده كله سهل طبعا، انت ممكن تعمله عن طريق جوجل، وبتكتب المبلغ هنا، وكمان بتيجي هنا وبترفع مفردات المرتب الخاصة بوالدك ومفردات المرتب الخاصة بوالدتك ومفردات المرتب بتاعتك لو كنت تعمل. بعد كده بتيجي هنا، طبعا هو طالب منك بيقول انت بتدفع كام ايجار للمكان بتاعك، فانت هنا بتكتب، وخلي بالك برضو بالدرهم الاماراتي، بتكتب السعر هنا وبترفع المستند او الورقة او العقد اللي بيثبت كده. وطبعا هنا بيسألك ويقولك لو اسرتك بتدفع ديون او اي حاجة شبه الديون، فانت ممكن تكتبها هنا وبترفع الورقة اللي بتثبت كده. بعد كده هتيجي تنزل معايا هنا تحت، هنا طبعا انت بتعمل تشيك على المربعات دي اللي هو انت متفهم لكل السياسة والخصوصيات الخاصة بالمنحة دي، وان كل الاوراق وكل المعلومات اللي انت دخلتها هنا معلومات صحيحة. طبعا انت بتيجي بتعمل تشيك على المربعات دي، وكمان انا بقول لك اقراهم تاني وافهمهم تاني كويس قبل ما تعمل سبميت، ولكن المختصر المفيد ان هو بيقول لك انت بتأكد على صحة المعلومات اللي انت دخلتها. بعد كده بتيجي بتضغط على كلمة سبميت. بعد كده هنيجي للجزء الخاص بالسمري، وعايزك تركز معايا في الجزء ده بالذات. المنحة دي من ضمن المنح اللي بتطلب منك ابليكيشن فيز، او بمعنى تاني انك تدفع فلوس للابليكيشن اللي انت بتملاه. وانا قبل كده اتكلمت في فيديوهات سابقة وقلت ليه هما بيطلبوا منك ابليكيشن فيز او تدفع فلوس للابليكيشن، وهقول السبب في الفيديو ده كمان. هما بيطلبوا منك الابليكيشن فيز دي عشان خاطر يتأكدوا من مصداقيتك في التقديم على المنحة دي، لان زي ما قلت قبل كده في بعض الناس اللي هي بتدخل على الابليكيشن بتملاه لمجرد انها تجرب حظها، فطبعا بيرفعوا اي اوراق او بتكون الشروط مش متطابقة عليهم، وده طبعا بيزود عندهم عدد الابليكيشنز وبياخد منهم وقت في المراجعة. علشان خاطر كده هم حطوا شرط الفلوس علشان خاطر يعرفوا مين اللي مقدم وعايز المنحة بجد ومين اللي بيرفع اي مستندات. فبالتالي لما هو بيحط ابليكيشن فيز، هي ممكن تكون عقبة لبعض الناس، ولكن في الجانب الاخر دي بتكون ميزة انهم يراجعوا الابليكيشن بتاعك، وان اللي بيقدم على المنحة دي يكون بيقدم ورق صحيح وبيقدم وقاصد ان هو يقدم على المنحة وعايز المنحة تجيله. وعايز انوه على حاجة كمان، ان لا قدر الله لو الابليكيشن بتاعك اترفض، الفلوس اللي انت دفعتها مش بترجع لك. علشان خاطر في بعض الناس كانت بتسألني على الموضوع ده، فانا بأكد تاني ان الفلوس اللي بتدفعها للابليكيشن مش بترجع لك تاني في حالة لا قدر الله انك ما تقبلتش في المنحة دي. طيب الجزء ده هتملاه ازاي؟ هو هنا طبعا الاسم بتاعك مكتوب هنا، الستودنت اي دي ده لسه هو هيديهولك بعد ما انت تتقابل في المنحة، هنا طبعا الجنسية، هنا النيم اوف سكول او اليونيفرسيتي المدرسة او الجامعة اللي انت كنت فيها، طبعا لو بتقدم على بكالوريوس فانت بتكتب اسم المدرسة الثانوية، ولو بتقدم على ماستر بتكتب اسم الجامعة، وهنا بتكتب اسم المدينة اللي كان موجود فيها الجامعة او المدرسة دي، وهنا بتكتب تاريخ التخرج بتاعك. هتيجي تركز معايا في الجزء ده، هو هنا طالب منك الدرجات التوتال بتاعتك في اولى ثانوي، الدرجات التوتال بتاعتك في تانية ثانوي، الدرجات التوتال بتاعتك في تالتة ثانوي. وبعد كده انت هنا بتيجي بتدخل درجاتك في الجامعة، ده على اساس انك بتقدم على برنامج ماستر، فهو طالب منك هنا الجي بي اي النهائي او المجموع النهائي ليك في الجامعة بتاعتك. وهنا طبعا لو انت امتحنت توفل او ايلتس او اي ام سات، فهو طالب منك تدخل الدرجات اللي انت جبتها في اي امتحان من الثلاثة دول، وده طبعا ان وجد زي ما قلنا. هنيجي نركز مع بعض في الجزء ده، وخلي بالك انت كل معلومة بتدخلها في الجزء ده بيترتب عليها تمن الابليكيشن بتاعك. فانت هنا اول حاجة طالب منك الدخل السنوي للأسرة كلها، فانت بتجمع الدخل السنوي الخاص بوالدك ووالدتك وبتدخلهم هنا. بتيجي هنا هو طالب منك مجموع المصاريف اللي بتدفع لاخواتك في الدراسة، وبتبدأ تجمعهم وبتكتبها هنا. وهنا بيقول لك لو انت مثلا متأجر شقة وعايشين فيها، فانت اكتب له الايجار ده. وهنا هو بيقول لك لو انت عليك اي ديون، فانت اكتب لهم المبلغ المتبقي من الدين اللي عليك ده. وهنا طبعا بالنسبة للاندر جرادويت بروجرام او الجرادويت بروجرام،
هو هنا بيقول لك دخل لي المصاريف اللي انت كنت بتصرفها سواء لما كنت في الثانويه العامه او لما كنت في الكليه بتاعتك، ودي طبعا بتختلف على حسب البرنامج اللي انت بتقدم عليه. يعني لو انت بتقدم على بكالوريوس فانت بتملى هنا المصاريف اللي كنت بتصرفها خلال دراستك في الثانويه العامه، ولو بتقدم على ماستر فطبعا بتدخل المصاريف اللي كنت بتصرفها في الكلية. وما تنساش ان كل المبالغ اللي انت بتدخلها هنا بتدخلها بالدرهم الاماراتي، فما تنساش تحول المبلغ ده من عملة بلدك للدرهم الاماراتي. وبعد كده انت بتيجي معايا هنا وبتضغط على submit and continue for payment. بعد ما بنضغط على submit and continue for payment بيطلع لك تمن الابليكيشن بتاعك، فانت بتضغط هنا. بعد ما دخلنا على المرحله الخاصه بالبيمنت هنا بيقول لي تمن الابليكيشن فيه الخاص بيا 420 درهم. بعد كده انت بتضغط على جو تو بيمنت، وهو هنا طالب منك يا اما تدفع بالفيزا يا اما تدفع بالماستر كارد. وبكده انا اكون خلصت شرح طريقه التقديم على منحه سمو الشيخ محمد بن راشد في الجامعه الامريكيه في الامارات العربيه المتحده. لو لسه عندك اي استفسار او اي سؤال ممكن تسيبه في كومنت وانا هرد عليه، ويا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه علشان تتابع معايا كل ما يخص المنحه الدراسيه، وشكرا.